السلام عليكم. السلام عليكم ولدي، شكرا. الله يرحمكم الوالدين، عذرونا بعد كاينه في هاد الصحافه، كتستمعوا لينا. قصه من الاول وليدي، انا ام عبد القادر الحيرش، انا الام ديال وليدي من 2019 نهار 22 شهر 4، من تما ما عرفت ولدي ميت ولا حي. كان عنده مشكل مع واحد البنت، هو كان خدام تيكنيسيان، كان تيكنيسيان خدام، داوه الناس يخدم لهاد السيده هادي. تما رجعت علاقه هما وياها، رجعت علاقه الزواج كذا ما كذا، شويه في الاخر الولد ارتجع، ما بقاش باغي يتزوج، ما بقاش باغيها. صافي، شاف شي حوايج ماشي هما هادوك، ما عجبوش. صافي، واحد النهار كان عندي واحد الفرح ديال واحد الدريه بنتي، حتى معيط ليه في الصباح امها وهي، مشى لعندهم للدار دخلوه، كيعاود ليا هو من كان باقي، قال لي امي انت كيما مشيت جبرتها كتفطر هي وامها وخوها. جلست تفطر، قالك ما بغيتش نفطر، عطاتني امها كاس ديال القهوه، قالك هي كتحلف وانا كنبغيش، قالك قات عليا حتى خديت داك الكاس ديال القهوه شربت منه دوك الجغمات. باش قال لي غادي نصايب، قال لي ريسيبتور غنجبدو، قالت له لا طلع للسطح، ما طلع للسطح، قال لك تميت غادي خارج. قال لك من تما ما عرفتش راسي اشنو طرالي، حتى قال لك حليت راسي عيني في السبيطار في سيدي الحسن. تما تيحكيو لنا الناس اللي دازوه، هزوه وشافوه تما كاينه، هزوه من شافوه في ديك الحاله، داو الكوميسيريه ديال الوفاق، من لحقوا البوليس ديال الوفاق قال لهم غتديو السيد دابا للسبيطار، راه هو كل شي حاجه ولا يدير ليه شي حاجه، دابا الولد غتجي. هزوه داوه لحق سيدي الحسن، داروا له داكشي الاجراءات، حل عينيه. في العشيه انا في الليل عاد سقط الخبر، انا عندي السكر، مريضه عندي السكر، في الليل عاد قالوا لي، عاد سقط الخبر، ما بغاوش يقولوا لي، حزنوها مني، حتى عاود لينا هو وصوروه الناس قدام دارهم ديك الحاله اللي داروا له، ما يخلوا له الطوموبيل، حيدوا له منها كاميرات بي سي. الولد خرج برجليه لابس حوايجو وخرج حمق من عندهم من الدار، مشى باه دار به شكايه عند وكيل الملك ديال تمارة. والكلام اللي قايل ولدي في ديك الشكايه ديال وكيل الملك هو اللي قايله، ماشي انا اللي قايلاه، هو اللي قايل داك الشيء، وراه قدام وكيل الملك ديال تمارة. باقى الجلسه الان باقى كنقابل فيها انا وهي ما كتجيش. هي هذيك نهار 22/2019 شهر 4، دازت 4 شهور. صافي، انا جالسه في العشيه حتى جاتني الخبر، مع ديك السته هكا كاينه جاتني الخبر، الو ولدك راه مدابز، قالوا عام دابز، عيط لي صاحبه وقال لي عام دابز. هبطنا كنجريو العنق الجمل، ما لقيت حتى شي حاجه تما، كاينه والو. اللي كنسولو كنقول له كاين شي دبوزه، كيقول لي لا 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 ما كاين لا دبوزه. عاد خلطوا عليا الناس، قالوا لي راه السيده في عند جدارميه، راه ولدك راه شنو شنو. مشيت للجدارميه سولتهم، كنبكي لا جودان، قلت له قال لي راه ولدك راه غرق في البحر، وشكون معاه؟ قال لي كانت معاه هاد السيده لوبنا، راه هي اللي كانت معاه. قلت لهم هي، قلت لهم هي، هي اللي حيلفت عليا وقالت لي لا ما خديته غنقتلو هي. قلت لهم هي مولات هاد الشيء كامل، الا ميت هي، الا مخطوف هي، الا طاريه لشي حاجه لولدي هي، حيت الطحنه الاولى اللي داروا له هي كملت عليه الثانيه. صافي، هي هذيك، هذيك الليله بيت انا وليدي ما حنا في حاله. قال لي لا جودان، باش شكون اللي قال لك انت، شكون اللي جاب لك الخبر؟ قلت له عيط ليا صاحبه، عيط لصاحبه، قال لك جيبوه. جا صاحبه قال له انت شكون اللي قال لك هذا الشيء؟ قال له هي اللي معيطه ليا. قال له كيفاش عيطت؟ قال له عيطت ليا من تليفون صاحبي، من تليفون ديالو هو. مي خرجوها من داك البيت، خرجوها هذاك، قال لها اري التليفون ديال باش عيطتي له. بقات كتفتف، قال لها جبدي التليفون، هي تجبدو من جيبها. قال لها حلي الكود، حلي الكود ديال التليفون. قال لها حلي الكود باش عيطتي للولد، عندك الكود ديال التليفون. حلت لهم الكود، هي ديك قالوا لي جدارميه خرجي هكا، خرجي صافي غير خرجي دابا. خرجت خليتها معاهم، التليفون ديال ولدي ما شتوش، ما عطاوه لياش، ما جاش في المحجوزات نهائيا.
للصباح طلعت انا كنسول لولدي كيفاش، واش ولدي ملي طاح خلى شي حوايج، واش باش عرفت انا ولدي طاح خصكم تقولوا لي. وراني واحد الجدارمي الحوايج ديالو في كارطونه، جبد الكارطونه برجلو وراني فيها السبرديله والسروال. قلت له هادو اللي كاينين، قال لي السروال والسبرديله هما هادو الصمطه، الحزومه باقا في السروال. فين هي الشاقيطه، فين هي التيشورطه، فين هي الكاسكيطه؟ قال لك هادو اللي كاينين، كاينين غير هادو صافي. بقيت كنغوت، قلت لهم انا خصني حوايج ولدي كامل، واش ولدي غيعوم في التشاقيطه في التيشورطه؟ ما يمكنش. شكون شاف ولدي راه غرق؟ قال لك ما شافو حتى شي واحد غير هي. وتقول شاهد شاف ولدي راه هبط من ديك البلاصه وغرق. وفين بلاصه هاد وليدي هاد البلاصه؟ حاشا كنحشم من كنجبد هاد البلاصه اللي قال لك غرق فيها ولدي هبط منها في عنق الجمل ضلامارين، ما بينه وبينها 8 متر ولا 9 متر. جدارميه قالوا لي يا ولدك دابا حنا غنديروه عام مختفي، حنا ما غنديروهش راه غارق. كوا كيقول لي لا جوده، قال لي ولدك لا غنديروه مختفي في الدوسي. سيري قلبي في الجتات، قلبي في هذا تتلقيه، ومن تلقيه عاد نديرو هذا لا دي اينو نديرو نشوفو باش ميت. سيري قلبي. قعدت انا كنقلب في لامورات كي الحمقه، ما خليت قنيطره، ما خليت بن سليمان، ما خليت الرباط، ما كنخلي فين نقلب، ما كنلقاش. ما خليت وليدي فين درت والو، ما كاينش نهائيا. صافي دفعوا لي الميل في الجنايات التحقيق، من دفعوا لي التحقيق تفاجات عاد قاضي التحقيق قالت له ولدها طاح على الحشيش في ديك البلاصه، طاح على الحشيش. انا كنسول واحد السؤال بيني وبين نفسي، هاد الحشيش اللي طاح حدا لامارين، ولدي في تماره وغيشوف داك الحشيش طاح تما وغيجي ليه يطلعو، وهاد البلاصه اللي قالت هبط منها 15 متر ولا 16 غرق، الا هبطتي شتي ما يبقى فيك حتى عظم. شكون كان غيطلع ولدي؟ انا بغيت نعرف شكون اللي كان غيطلع ولدي من ديك البلاصه. وهاد لامارين هاد الحشيش اللي شافوه ولدي غتشوفوا لامارين هي الاولى، هي الاولى غتشوف راه الحشيش طاح. انا كنطالب بسعاده الحموشي والنيابه العامه ورأي العام يوقفوا معايا، والحموشي انا كنزوق فيه، رانا كنصيفط لك شكايات يا سي الحموشي. انا كنطالب تراجعي الملف ديال 2019 22 شهر 4 اللي قالت الحشيش راه طاح شب، فين هو الحشيش وفين هو ولدي؟ ما كاينش. دخلت على وكيل العام، الله يكثر خيره الله يجازيه بخير، عطاني برا وديتها الولاية. قالوا لي الولاية جي ولدك دابا وراجلك. ورحبوا بيا دوك الناس ديال الولاية الله يكثر خيرهم، من هاد المربر باقي كنجبدهم الان الله يكثر خيرهم. وداروا لنا لاضيئين وقال لي مرة اجي، وها التليفون ديالك نعيطوا لك فين ما كنمشي. كيقول لي الحاجة ما كاينش ولدك، ما بالناش سيري ولي رجعي. كيتيقنوا كيتيقنوا في الاخر عطاوني رقم الملف وصيفطوه للوكيل العام، قالوا لي ما كاينش الا ولدك، ما كاينش. درت شكايه لرئيس النيابه العامه، طلبته بالفرقه الوطنيه، وصيفطها النيابه العامه وصيفطوها ليا للشرطه القضائيه تماره، ولاو عاودوا التحقيق. قال لهم تجبدتوا التحقيق للشاهد، تصنتوا للشاهد وتصنتوا الام الضحيه، تصنتوا للشاهد، للشاهد اللي كيقول في الكلام ديالهم انجليزي في الورق، كيقول لهم قالت له هي، قال لها غير قولي الحقيقه داك الولد راه ماشي ديال هذا الشيء، غير قولي الحقيقه. قالت له الا قلت الحقيقه غتولي عصابه. قال لهم تصنتوا لهاد الشاهد، تصنتوا لهم، والشهاده ما نعرف ما بقاتش الشهاده كاين الاول، ولاو هي مشات شدوا من عندها العنوان. وقال لك قالوا لنا راها ولات في طنجه، ساكنه في طنجه ما بقاتش هنا في تماره، حيت الرئيس ديال تماره كيستدعيوها للجلسات من كنقابل فيها انا، ما كتقابلش ما كيلقاوهاش، كيلقاوها غير موجوده كاينش حتى واحد. ولا الرئيس ديال الجنايه تدعاها، قال لهم استدعي هذاك العنوان اللي عطات للبوليس، قالت لهم تحولت لطنجه. عطاوني السيد عاودك السيد عا وليدي ما بغيتش نصيفطها مع شي حديتها انا ام بيدي حتى لطنجه، قلت باش يبرد القلب ديالي ونشوفها. مشيت وعيت مشيت للمحكمه وخضيت العون القضائي معايا وبشا معايا حتى للبلاصه حتى للشارع اللي دايره هي في العنوان،
ومشينا كنقلبوا، ها الشارع كاين، العماره رقمها كاين، ممحي ما كاينش، الشقه ما دايرهش، الشقه ما دايرهمش في الملف، نحضر ما كاينش. قلبنا داك النهار والغدا طلعنا حتى المقاطعه لعاد السيد القايد الله يذكره بخير والله يجعل ربي جازيه ديال العوامه، مشى معنا المقدم وراونا الشقه، هي هذه راه غير محيي الرقم ديالها، ولكن الشقه ما دايرينها لكمش في الملف. وسولنا على السيده السميه والكنيه، قالك ما كاينش هاد السيده هنا، غير كاذبه عليكم، ما كاينش الحس ديال شي حد، هاد الناس قدام ها سميتهم وراوهم لي واحد بواحد، ما كاينش. الاستاذ ديال العماره كيقول قال لا نسني لكم ما كاينش، عطاوني داروا لي في السيد عابي الله عاطياك دايره عنوان مجهول، وجبته عطيته للمحاميه. دابا انا كنتسنى، انا كنتسنى باش ناخذ حقي، انا تايقه في العداله، الحمد لله انا تايقه في العداله، انا ما قطعاش ياسي، انا تابعه حيت 3 سنين لقاتني كورونا وكانوا الابواب مسدودين عليا، ودابا اليوم انا كنطالب بالحق ديالي، حيت هاد السيده معها شي حد، معها نفوذ، كون ما كانوش معها النفوذ ما ديرش بحالك، ما تغلبش، ماشي غلبت، تفلات على المخزن، على جدارميه، تفلات على البوليس، عطاتهم عنوان مجهول، وخلات الناس كتقلب عليها. دابا انا كنتابعها وكنطالب سي الحموشي ورئيس النيابه العامه يوقفوا معايا، وعنفتح تحقيق ان شاء الله يا ربي بالفرقه الوطنيه، نعرف ولدي ميت ولا حي، ولدي ما خرج، ما دفنتو، ما شافو حد، شاهد واحد ما شافش ولدي راه غرق في البحر، هي اللي كتقول. واش هاد الولد اللي غادي يطيح ما غتعيطيش على الناس تقول له زيدو هو كيغرق، ها هو طاح، راه ما شاف ولدي حتى شي واحد، هي اللي قالت، واش هي قالت غنتشيق، هي اللي عارفه ولدي فينا هو. وزيدو نغبرت انا ما عرفت ولدي شنو دارت ليه، كندوز على حمق مغطي كنقنطل ليه على وجهه على يكون ولدي، كتجيني شي خبار شي حد كنمشي نقلب نقول واش هذاك ولدي، حسبي الله ونعم الوكيل فيها، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. انا مزوقه في راي العام يوقف معايا وتا هو يعطي رايه معايا، هادشي اللي كنقول راه صحيح، وكنتحمل المسؤوليه ديالو، وانا تايقه في العداله الحمد لله، باقي الباب مفتوح اللهم لك الحمد، ربي كيسد باب كيفتح باب، الحمد لله انا راضيه على وليدي، ما عنده سوابق، ما عنده عمره ما تشد في الحبس، عمر شي حد مدعاني وجا وقف عليا وقال لي ولدك راه دار لي دار لي، نهائيا ورقه بيضاء عاد وليدي من المدرسه دار التكوين تكنيسيان نقي ورق نقي الحمد لله، وهي دار حطاتو في هذا الملف. انا كنطالب هذا الحشيش اللي طاح عليه ولدي فينا هو، وولدي فينا هو.